نروح لزميلنا محمد توفيق ولقاء مع الكابتن سامي مصان المدرب العام للنادي الاهلي بعد المباراه. مليون مبروك كابتن اسامه لحضرتك، ضيوفك الكرام، جمهور النادي الاهلي في كل مكان، بدايه قويه واولى مباراه دوري المجموعات من دوري ابطال افريقيا، وان شاء الله تبقى خطوه مهمه جدا نحو اللقب الثالث على التوالي وال13 في تاريخ النادي الاهلي. كابتن سامي قمصان مدرب عام لفريق النادي الاهلي، على عقب المباراه الف مبروك الفوز. اعتقد اللي سهل المباراه النهارده هي قراءتكم ودراستكم الفريق استاد ابيجان. تحيه طبعا للكابتن اسامه وضيوفه. زي ما انت قلت، بدايه مهمه جدا بالنسبه لنا، ثلاث نقاط مهمين جدا في بدايه المجموعه. الحمد لله زي ما انت قلت، الحمد لله كنا شفنا الفرقه بشكل كويس وقدرنا نستغل اول ربع ساعه ان احنا نسجل، ودي الحمد لله ساعدتنا كتير في المباراه. كان في اخطاء طبعا في الهدفين، ان شاء الله نقدر نتداركهم الفتره اللي جايه، بس اهم حاجه بالنسبه لنا الثلاث نقاط يعني الحمد لله. النهارده كمان يعني بعد ما اطمنتوا النتيجه كان في كمان اعطاء فرصه لاكثر من لاعب النهارده، طبعا عمر الساعه وكان يدي بيسعى راسه. طبعا انت بتحاول على قد ما تقدر بتاخد مكاسب من المباراه النهارده الحمد لله. بدايه برضو لعمر السعيد كان مهم جدا يخش ويشارك، كريم الدبيس برضو النهارده الحمد لله، بيرسي ورضا بيشاركوا برضو على اوقات من المباراه عشان بقى في روتيشن بينهم وبين اللعيبه اللي بتلعب حسين او كهربا. فالحمد لله النتيجه الحمد لله بالنسبه لنا كويسه واداء ان شاء الله يعني اللي لعبنا، بس النهارده اللي هي الفرص السهله اللي ضاعت النهارده كان ممكن يبقى سكور كبير جدا يعني، لكن برجع تاني واقول لك ان الاهم بالنسبه لنا ثلاث نقاط الحمد لله. اخيرا بنك الاهلي، بعد كده على طول سفر جنوب افريقيا اورلاندو بايرتس، وبعد كده كاس الانتر كونتيننتال. الفتره الجايه ان شاء الله في ضغط المباريات كلها مباريات مهمه على بطولات، هتعاملوا معاها ازاي؟ زي اللي فات يعني، انت عارف ده قدر لعيبه النادي الاهلي وقدرنا ان احنا تلعب كل ثلاث مباريات طبعا في بطولات مختلفة. النهاردة هنفصل عشان الاتحاد سعيد كويس للمباراة الدوري، يمكن الماتش اللي فات بتاع الاتحاد أثر علينا شوية نتيجة التعادل يعني، لكن إن شاء الله نرجع تاني أقوى إن شاء الله بماتش البنك الأهلي، وبعد كده نستعد إن شاء الله تاني لبطولة أفريقيا والإنتر كونتيننتال، وربنا إن شاء الله يكرمنا إن شاء الله الفترة الجاية. كابتن اسامه، ده كان لقاءنا مع كابتن اسامه قمصان المدرب العام لفريق النادي الاهلي. يا رب دايما النادي الاهلي في بطولاته وانتصاراته دايما يبقى رقم واحد. كمان كابتن اسامه اتفضل.